طرحنا موضوع مدخل أنابيب من الوفاء اللي هو يغذي البصرة، وقيمة المشروع 34 مليار. يعني الدولة ولا وزارة الموارد قدرت يعني توفر هذا المبلغ حتى تحيي هاي المنطقة؟ هل معقول اليوم أجيبا هاي الماديات مقابل الإنسانية، مقابل البشر اليوم الموجود؟ وهاي طامة كبرى. فإحنا الناشد الناس الخيرة والناشد أيضا المربد أن يصعدوننا، خلي صعدونا باسمي، شو تريد تتكلم تكلم عني، أنا مطيك مطلق الحرية. حتى هذا يقول وصلت إلى رئاسة الوزراء وسلمناها وملف كامل وصل إلى رئاسة الوزراء، لكن ماكو استجابة. مياه قيمة 34 من الوفاء، الدولة ما تقدر، يعني لا وزارة النفط ولا وزارة الموارد ولا رئاسة الوزراء. ويعني الناس بهاي الحالة وين تروح ترتحل؟ أكيد 100% ما أتغير أنه ترتحل الناس والحلال مالها انتهى. بالنسبة إلى أنا أتكلم لك على يعني رجل ميداني، اليوم جاي أشوف الجاموس جاي يبرك بالوحل بالهور ويظل بمكانه في موقعه ويموت. مجمعات الإسالة اليوم يعني هو الماء أساسا غير صالح، الساد هي أساسا الماء غير صالح للاستهلاك. يعني احنا مرينا بظرف صعب، ربما كمية المياه البسيطة بالأنبوب، حتى أنا سريع جدا يعني حتى ما أخفي كل الحقائق، الإصلاح ماء الإصلاح يجي كأنه خيط بالحنفية بالبوري. والوادم اليوم كلفناها أكثر مما أكثر من طاقتها. الفقير ما عنده، روح جيب لك ماطور تشتري الناس مواطير، وبالتالي ما حققنا اللي نريده. فأستاذ هي هذه المنطقة المفروض من المحافظة وجهات المعنية تلتفت لها، يعني إلا تتجه الناس غير اتجاهات الصعيد. وهذا التصعيد ولا بصالح الحكومة ولا بصالح المنطقة ولا بصالح أي أحد. إحنا نحتاج إلى الإعلام المثقف، إلى الناس الخيرة أن تتحرك. وإحنا أسأل اليوم أنا ببغداد، نعم راح أروح لوزارة الموارد وأقول لهم تعالوا عمي، إحنا بالنسبة إن شنو قيمة 34 ما تقدرون تدبرون 34؟ هي أموال الطوارئ الموجودة عند رئيس الوزراء كل إشكال.